السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة الخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك يومي سهل في التحضير، والمكونات ديالو جد بسيطة بالبرتقال، كيجي رائع. نتمنى أنكم تجربوه وينال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش أنكم تابونا في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني بلايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاج في المكونات 3 بيضات، 2 بيكين باودر ما يعادل 16 غرام، كيس من السكر فانيلا، القليل من يعني القشور مبشورين ديال الليمون او ديال البرتقال، كاس زيت وكاس سكر كاس برتقال، وجوج ديال الكؤوس ديال الدقيق. على بركة الله يعني بغيتو تستغناو على السكر فانيلا استغناو عليه، حيت راكم درتيو يعني القشور ديال الليمون مبشور. غادي نضيفو الزيت السكر والليمون. يعني ما كتجيناش قاصحه بزاف وما كتجيناش يعني خفيفه بزاف، المهم يكون يعني العجينه ما تكونش كتقطع لنا او الخليط ما يتقطعش. كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل، هذا يعني العجين او عفوا الخليط ما كيبقاش كيتقطع. انا هنايا جبت المول المستطيل، دهنته بالزبده وشيته بالدقيق. ممكن ديروا اي شكل ديال المول اللي بغيتي. في هذه الاثناء هذه رديت الفرن يسخن على درجه حراره 180. غادي ندخل الكيكه نشعل عليها من التحت حتى طيب يعني تتشد راسها، وعاد داك الساعه نشعل عليها من الفوق باش تاخذنا اللون الذهبي، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو شكل ديالها النهائي. اخواتي فاء، من بعد ما طبت لنا الكيكه انا هنايا غادي نجيب القليل من المربى للتزيين.
على هذا الشكل هذا، يعني تزيين جد بسيط. وغادي نرشو فوق منه جوز الهند او الكوك. على هذا الشكل هذا نقطعوها، نشوفوها كيفاش جات من الداخل. بسم الله. كما كتلاحظوا كتجينا على هذا الشكل هذا. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم ونهايه الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.